السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ معكم الدكتور أسامة معروف. عايزين نبدأ الحلقة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، علشان ربنا يفتح لنا كده وييسر لنا إن شاء الله كده إن احنا نفهم الجزء ده. احنا نبدأ إن احنا نكمل اللي احنا بدأناه في البلاط بروتوزوا اللي كنا اتكلمنا فيه على حاجتين، التريبانوسوما والليشمانيا. هنبدأ نتكلم دلوقتي على مرض مشهور جدا ألا وهو مرض الملاريا. المسبب او الكوزيتيف ايجنت بتاع مرض الملاريا جينس كبير كده اسمه البلازموديوم، يحتوي على 4 سبيشيز. ايه هم؟ في عندي البلازموديوم فلاسيبارم والملاريا والفيفكس والاوفالي، تمام كده؟ طيب الفكره كلها في الاختلاف ما بين السبيشيز اللي انا قلتها ديت هي في التوزيع الجغرافي، بمعنى البلازموديوم فلاسيبارم والملاريا دول مشهورين قوي في اسيا وفي افريقيا، لكن البلازموديوم فيفكس بيبقى مشهور قوي في امريكا الجنوبيه والهند وباكستان، وبلازموديوم اوفالي بيبقى مشهور قوي في جنوب افريقيا، تمام كده؟ طيب تعالوا كده بقى اما نشوف ازاي بيحصل مرض الملاريا ديت، وايه العائل اللي بينقله وايه مسبباته. بصوا كده، انا عايزكم تعرفوا حاجه، في مرض الملاريا الانسان بيبقى عائل وسيط، ما بيبقاش ديفينيتيف هوست. يعني العائل الاساسي بتاعنا هو الناموسه اللي احنا هنتكلم عليها اللي اسمها الانوفلوس موسكويتو. الانوفلوس موسكويتو ديت هي العائل الاساسي بتاع الطفيل. بيحصل ترانسميشن للطفيل دوت ازاي؟ عن طريق لدغه الانوفلوس موسكويتو اللي بتدخل جوه جسم الانسان شكل من اشكال الطفيل اللي احنا بنسميه سبوروزويت. واحنا كنا اتفقنا اول شكل من اشكال الطفيل بيخش جوه جسم الانسان بنقول عليه الانفكتيف ستيج. يبقى الناموسه اول ما بتيجي تاخد البلاد ميل بتاعها بتدخل او بتعمل انجكشن للانفكتيف ستيج بتاعنا اللي احنا بنسميه السبوروزويت. طب تعالوا كده بقى اما نشوف اللايف سايكل بتاعه الملاريا. ادي يا سيدي الناموسه، الناموسه اهي، تمام كده؟ طيب بيبقى موجود في عندي حاجه اسمها السبوروزويتس. السبوروزويتس دي هي ده او هي ديت الاشكال المعديه او الاطوار المعديه اللي بتبقى موجوده في السليفري جلاند بتاعه الناموسه، موجوده في السليفري جلاند بتاعها اللي المفروض ان هي بتخش جوه الجسم مع البايت بتاع الناموسه، تمام كده؟ يبقى الناموسه جايه تاخد البلاد ميل بتاعها بتقوم جايه رايحه حقنه الطور المعدي او الشكل المعدي من الطفيل اللي احنا بنسميه السبروزويت. وهنا هنقول حاجتين اللي هم ايه؟ السبروزويت ديت بتمر بمرحلتين. في عندي مرحله بنقول عليها اكزو اريثروسيتيك سايكل وديت بتحصل في الليفر، وفي عندي الاريثروسيتيك سايكل وديت بتحصل في كرات الدم الحمراء. الاكزو اريثروسيتيك سايكل تبدا بقى السبروزويتس تخش في الخلايا بتاعه الليفر، تمام كده؟ تبدا ان هي تتحول فيها من شكل للتاني لغايه لما خلايا الليفر تنفجر وتطلع رابشرد شيزونس، تمام كده؟ رابشرد شيزونس او اللي احنا احيانا بنقول عليها الميروزويتس. الميروزويتس اللي طالعه دي، الميروزويتس اللي طالعه دي يا اما ترجع تعمل عمليه انفكشن لخلايا ليفر جديده، يا اما تروح تخش جوه الار بي سيز وتبدا الاريثروسيتيك سايكل، تمام كده؟ وكل السايكلز اللي بتتم جوه الانسان بنقول عليها اسيكشوال سايكل. وبالتالي ما دام الانسان بيحتوي على الاسيكشوال ستيجز بتاعه البارازايتس وما بيحصلش جواه اي اندماج او اي تزاوج جنسي، فاحنا بنقول على الانسان في الحاله ديت انترميديت هوست، تمام كده؟ لغايه ما في الاخر الميروزويتس ديت قد تتحول الى، يعني بيبقى قدامها طريقين، يا اما ترجع تعدي كرات دم حمراء مره تانية، يا اما تروح تتحول الى السيكشوال ستيجز بتاعه البارازايتس اللي احنا بنسميها ماكرو جاميتس، اللي هي او ماكرو جاميتوسايتس ديت بنقول عليها الاشكال الانثويه، ومايكرو جاميتس او مايكرو جاميتوسايتس وديت اللي هي الاشكال الذكوريه اللي المفروض ان هي بيحصل لها تزاوج جوه جسم البعوضه وبيطلع لي حاجه كده بنسميها الاو او كينت، تمام كده؟ لما تيجي الناموسه تاخد الدم بتاع الانسان المصاب يحدث تزاوج ما بينهم، والاو او كينت يتحول الى او او سيست، والاو او سيست ينفجر ويطلع السبوروزويتس مره تانية. طب تعالوا كده ما نشوف بشيء من التفصيل شويه اللايف سايكل بتاعت الملاريا. هنبداها من اول هنا، من اول هنا ليه؟ من اول الانفكتيف ستيج. دايما تبدا اللايف سايكل بتاعتك من اول ما الطفيل ما يخش جوه جسم الانسان. انا كنت قلت لكم ان بيبقى موجود في عندي حاجه اسمها السبوروزويتس ديت اللي بتبقى موجوده
في الغده اللعابيه بتاعه الناموسه اللي المفروض اثناء اخذها للبلاد ميل بتاعها من الانسان بتعديه وبتدخل جواه الاسبروزويتس دي. الاسبروزويتس دي بتروح على الليفر سيلز، بعد ما بتروح على الليفر سيلز تبدا تتكاثر جوه الليفر سيلز وتتحول الى شكل كده بنسميه الشيزونت، تمام كده؟ الشيزونت تمام كده هيفجر الخليه وتطلع الرابشرد شيزونس ديت اللي احنا الرابشرد شيزونس ديت ممكن نقول عليها اسم تاني الميروزويتس. يبقى بكده هي عملت لايف سايكل جوه الليفر، وديت بنسميها الاكزو اريثروسيتيك سايكل، تمام كده؟ بيبقى بقى قدامها طريقين، يا اما تروح تعدي خلايا الليفر مره تانية، يا اما تروح على الار بي سيز علشان تعمل اريثروسيتيك سايكل. طيب الرابشرد شيزونس او الميروزويتس دي بتروح جوه كرات الدم الحمراء وتبدا تتحول الى رينج تروفوزويت. رينج تروفوزويت اهو لو انتوا لاحظتم ان هو بيبقى شكله عامل زي الايه؟ زي الخاتم، ده بنسميه رينج تروفوزويت. الرينج تروفوزويت ده بيتحول بعد كده الى ماتيور تروفوزويت، والماتيور تروفوزويت يتحول الى شيزونت، وبعد كده يحصل رابشر للخلايا بتاعت كرة الدم الحمراء، ويا اما ترجع تعدي كرة الدم الحمراء مرة تانية، خلاص كده؟ وديت اللي هي اللايف سايكل بتاعتنا اللي احنا بنسميها الاريثروسيتيك سايكل. يا اما الهدف الثاني او المسار الثاني الاماتيور شيزونت او الرينج تروفوزويت ده يجي من الاول كده يتحول الى جاميتوسايتس، خلاص كده؟ يبقى في مسارين وفي عندي دورتين، دوره بتتم في الليفر بنسميها اكزو اريثروسيتيك سايكل، ودوره بتتم جوه الكرات بتاعه الدم الحمراء اللي احنا بنسميها الاريثروسيتيك سايكل. الرينج تروفوزويت ده اللي هو بعد ما الميروزويتس دخلت جوه الكرات بتاعه الدم الحمراء قدامه طريقين، يا اما يكمل في الار بي سيز يا اما يتحول الى جاميتوسايتس. الجاميتوسايتس حاجتين، يا اما ماكرو يا اما مايكرو، تمام كده؟ ادي يا سيدي الماكرو جاميتوسايتس اللي انا بشاور لك عليها بالسهم دي، وديت المايكرو جاميتوسايتس. المايكرو والمايكرو ديت اللي هو المذكر والمؤنث. تيجي الناموسه تسحب الدم بتاع الانسان المصاب، يخش جواها الماكرو والمايكرو جاميتوسايتس اللي هو المذكر والانثى، ويحدث تزاوج ما بينهم، تزاوج ما بين الماكرو والمايكرو جاميتوسايتس، او هنقول عليها كده اختصارا ماكرو جاميتس او المايكرو جاميتس، ويتكون عندي حاجه اسمها الاوكينت، وبعد كده الاوكينت يتحول الى اوسيست، وبعد كده في الغده اللعابيه الاوسيست ينفجر ويطلع لي حاجه اسمها الاسبوروزويتس. ايه الاسبوروزويتس ديت؟ اللي هي الانفكتيف ستيج، تمام كده؟ طيب من خلال دراستك كده لللايف سايكل، انا اطلع من اللايف سايكل ان الانيفولوس مسكويتو هي اللي تم فيها العمليه الجنسيه، فبالتالي هي اللي بنقول عليها الديفينيتيف هوست او المين هوست او العائل الاساسي، تمام كده؟ الانفكتيف ستيج عندنا بيبقى عن طريق الانفكتيف سبوروزويتس، ادي كده الدايجنوستيك الانفكتيف ستيج. طب الدايجنوستيك ستيج معناها انا ممكن الاقي بره جسم الانسان ايه؟ ممكن الاقي في كرات الدم الحمراء الرينج تروفوزويت، ممكن الاقي الماتيور تروفوزويت، ممكن الاقي الشيزونت، ممكن الاقي الميروزويتس، تمام كده؟ كل ديت بنقول عليها الدايجنوستيك ستيجز، تمام كده؟ يبقى خلاصه الكلام انا عندي اللايف سايكل بتتم جوه انسان وناموسه، خلاص؟ جوه الانسان بيتم اتنين سايكل، اكزو اريثروسيتيك سايكل واريثروسيتيك سايكل، تمام كده؟ غالبا لما نيجي نبص للانسان اللي هو المصاب بالملاريا بنلاقي ان الاعراض بتاعه الطفيل او الاعراض بتاعه المرض بتاعه الاصابه بالطفيل ده بتحصل على فترات، يعني بتحصل على نوبات، تمام كده؟ هنسميها باروكزيزم، خلاص كده؟ النوبات ديت بقى بسبب ايه؟ بسبب خروج التروفوزويتس الصغيره ديت من الخلايا المنفجره او من الخلايا المصابه. الميروزويتس اللي بتطلع ديت والميتابولايتس بتاعتها بتدخل الانسان في فيفر، والفيفر او الحمى ديت هي اللي بتبقى العرض المميز لطفيل الملاريا، ان هو كل 3 او 4 ايام بتلاقيه بيطلع لك الاعراض، كل 3 او 4 ايام بتلاقي المصاب بالملاريا بيبان عليه الاعراض. يبقى الاعراض بتحصل على هيئه نوبات نتيجه خروج
الميروزويتس او اللي احنا بنقول عليها الرابشر اوف سيلز. الرابشر اوف سيلز يطلع بقى الميروزويتس يبدا ان هو يعمل الاعراض بتاعتنا. يبقى في السيمتومز بتاعتنا خلاص بعد ما فهمنا اللايف سايكل، الفيفر هي الموست كومون سيمتومز اوف ملاريا، وبتحصل على هيئه باروكسيزم. طيب ليه بقى على هيئه باروكسيزم؟ عشان لما بيجي يحصل لايسز للار بي سيز بتبدا الميروزويتس اللي طالعه ديت تؤدي الى حدوث فيفر وشيلز وريجورز. الريجورز ديت معناها بتلاقي جسمه بيترعش، جسمه بيترعش. طيب الفيفر هو العرض الرئيسي بتاعنا، تمام كده؟ طيب تعالوا كده بقى ما نشوف بقيه الاعراض بتاعتنا اللي ممكن ان هي تبان في طفيل الملاريا. ماشي، انا في عندي ممكن يحصل فوميتنج وداريا وكونفولجنز، خلاص كده؟ وخصوصا في الاطفال بتاع افريقيا بنلاقي ان الملاريا هي السبب الرئيسي لحدوث حمى معاها تشنجات، خلاص كده؟ حمى معاها تشنجات. الحاجه الثانيه، مش انا اتكلمت وقلت لك ان الار بي سيز بيحصل لها رابشر، تمام كده؟ والميروزويتس بتطلع وبتعمل فيفر، يعني الار بي سيز بتتدمر، يعني ده معناه ان الشخص هيجيله انيميا، وبالتالي نتيجه نقص عدد كرات الدم الحمراء بتلاقي الشخص المصاب بيبقى لونه شاحب. لونه شاحب يعني بالور، resulting from the lysis of red blood cells. بالاضافه كمان الى ان طفيل الملاريا ذات نفسه بيعمل سبريشن للبون مارو، يعني بيخلي البون مارو ما بيطلعش كرات دم حمراء ولا كرات دم بيضاء ولا بلاتلتس حتى، تمام كده؟ طيب نتيجه الرابشر بتاع الار بي سيز الهيموجلوبين بيروح ياخد السايكل بتاعته في الكبد ويتحول بعد كده الى بيليروبين، فنسبه البيليروبين في الدم بتزيد، فبالتالي هيبقى الشخص عنده جوندس. بصوا كده اي حاجه بيحصل فيها هيموليسيز بتلاقي دايما مصاحب ليها جوندس او صفرة، خلاص؟ نتيجه ان البيليروبين اصلا بيتكون من الهيموجلوبين اللي بيبقى موجود في كرات الدم الحمراء. المفروض ان كرات الدم الحمراء بتحتوي على هيموجلوبين، فاذا الهيموجلوبين بيطلع من كرات الدم الحمراء ويتحول الى بيليروبين، البيليروبين لما نسبته بتعلى بيحصل جوندس، تمام كده؟ بقيه الاعراض بقى، في عندي انوركسيا، وفي عندي كف، وفي عندي هيدك وماليز ومسل اكس وسبلينوميجالي وهيباتوميجالي، ولازم تكتب هيباتوميجالي دي، خلاص؟ لان في عندي سايكل بتتم جوه الليفر، وفي عندي سايكل بتتم جوه الريد بلاد سيلز، فمهم قوي ان انت وانت بتذاكر تكون عارف ايه اللي بيحصل في الار ايه اللي بيحصل في الار بي سيز وايه اللي بيحصل في الليفر. طيب تعالوا كده ما نتكلم على الدايجنوستيك ستيج. الدايجنوستيك ستيج اللي هو المقصود بيها انا بتعرف على الطفيل ازاي جوه الشخص المصاب، تمام؟ باخد عينه دم، عينه الدم ديت ممكن تلاقي فيها اماتيور او ماتيور تروفوزويتس، او الاشكال اللي احنا اتكلمنا عليها الشيزونت او الرينج تروفوزويتس او الميروزويتس، او يعني لو انت خدت عينه دم اثناء الشخص لما يكون عنده حمى بتلاقي الميروزويتس موجوده عندك في العينه بتاعتك نتيجه الرابشر بتاع الار بي سيز اللي بيحصل، او الرابشر بتاع الليفر سيلز اللي بيحصل، تمام كده؟ فانت لما بتاخد العينه بتكون الميروزويتس موجوده في الدم، فتقدر ان انت تشوفها بكل سهوله، تمام كده؟ فالاشكال بتاعت الملاريا المفروض ان احنا بنشوفها في عينه الدم اللي احنا بنسحبها من المصاب، تمام كده؟ وبناكد ان احنا لازم نسحب العينه وقت حدوث الفيفر علشان اقدر ان انا اشوف الاشكال بتاعت الملاريا. الدايجنوزز بيبقى عن طريق الكلينيكال مانيفستيشن اللي هي عن طريق اللي هو الاعراض، او مايكروسكوبي عن طريق عينه باخدها وبحللها، او سيرولوجي عن طريق انتيجين انتيبودي رياكشن، او جينيتيكالي عن طريق اللي هو البي سي ار، خلاص؟ او الديتكشن بتاع الدايجنوستيك ستيج مايكروسكوبيكالي زي ما اتكلمنا، ناخد عينه الدم ونبدا ندور على الاطوار بتاعه الملاريا فيها، تمام كده؟ طيب تعالوا كده ما نتكلم على التريتمنت. التريتمنت في عندي الكينين ديريفاتيفز، الكينين ديريفاتيفز، الكينين ديريفاتيفز ديت في عندي منها الكينين صلفيت، وفي عندي الكلوروكين، وفي عندي الميفلاكين، وفي عندي البريماكين. اشهرهم في عندي الكلوروكين والبريماكين، دول المشهورين قوي وموجودين في السوق في ادويه يعني، تمام كده؟ واكيد كلنا عرفنا او سمعنا على ان علاج الملاريا ده كان بيستخدم في علاج الكوفيد 19، تمام؟ ده كان في الاول كانوا بيحطوا معاه الازيثروميسين،
وقالوا ان هو بيستخدم لعلاج الفيروس بتاع كورونا، وطبعا الكلام ده كله طبعا طلع فيستك في الاخر. تمام كده. الكنترول ميجرز بقى، بص يا سيدي، انا اي كنترول في الدنيا ابص على العائل بتاع الطفيل، العوائل بتاعته انسان وناموس. طبعا مش هتروح تموت البني ادمين المصابين، انت تروح تموت الناموس عشان تقطع اللايف سايكل على الناموسه، او تقطع اللايف سايكل عن الطفيل، فبالتالي الطفيل ما يقدرش ان هو يكمل الاطوار بتاعت الحياه بتاعته، وبالتالي مش هيحصل انتشار للمرض. تمام كده. يبقى عن طريق الايراديكيشن اوف انفكتد انوفولين موسكويتو، ده هتقدر ان انت تحد من انتشار مرض الملاريا. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا كده مرض الملاريا، وان شاء الله كده المره الجايه نتكلم على التوكسو بلازما. السلام عليكم.